عن المكعبين وشفنا شروطهم. طلاب هاي المحاضرة راح ناخذ 3 حدود فهاي نغطيها ما نحتاجها، اريدك تحفظ للقسم الثاني حتى تسيطر على الموضوع. اذا جاني السؤال 3 حدود طرق الحل، مربع كامل او طريقة التجربة. شنو شروط المربع الكامل؟ لازم الحد الاول والاخير مربع، دير بالك هنا مو 3، الاول والاخير مربع واشارة الحد الاخير موجبة. ذن الشروط اذا وافقا تحل مربع كامل. طريقة الحل، قوس واحد فوقها تربيع تاخذ لي اشارة الحد الوسط، والباقي انا فهمك عليه. اما الطريقة الثانية هي التجربة واللي هي مهمة جدا، كصف ثالث متوسط اول مرة تاخذ تجربة وراح تستمر وياك لحد السادس اعدادي. شروط التجربة، التجربة ما بيها شروط، شروطه هو رفض شروط المربع الكامل. اذا واحد من ذن الشروط رفض تعوف المربع الكامل شو تحل؟ تجربة. طريقة الحل، قوسين مش شابهات، إشارة الحد الوسط تنزلها نفسها، بعدين حاصل ضرب الإشارات اللي بالسؤال تضربهن وتنزل الناتج. شباب احفظ ذني شروط زين، لأن هاي المحاضرة كلش مهمة حتى نبدأ نحل عليها أمثلة. عندنا سؤالين، يعني السؤال الأول حلل المقادير، أنا أخذت الكهو ما يقول لك شنو، بس أنا راح أقول لك ذني مربع كامل، والمربع الكامل حتى لا تدوخ نفسك ما نحتاجه هواية، مر عليه مرور الكرام، لأن يعني أغلب الأسئلة نحلها تجربة. هو حتى المربع الكامل يصير تجربة وبعدين أفهمك شلون. يلا طلاب نجي على هذا السؤال، كم حد؟ 3. الأول شبيه؟ الأول والأخير مربع، هذا مربع وهذا مربع صح، وإشارة الحد الأخير موجبة. هاي إذا راح نحل مربع كامل. طريقة الحل، ملاحظة مهمة، الحد الوسط تعوفه مع الكبير، الحد الوسط دائما تحقيق حل، أبد ما تستخدمه بالحل سواء بالتجربة أو مربع كامل. طريقة الحل، قوس فوقها تربيع، احنا ايش قلنا؟ ناخذ اشارة الحد الوسط اللي هي موجب، نقول اكس تربيع مين جاي؟ اكس في اكس، والتسعة ايش قد جذرها؟ جايتنا من 3 في 3، اذا جذرها 3، خلاص الحل بس هاي. زين شنو فائدة الحد الوسط؟ انتبه زين، الحد الوسط فائدته للتحقق، تتحقق من حلك، ما راح خليك تتحقق، يعني شفه يتحقق بدون ورقة وقلم. هاي تخيلها 2 نفس ما الحد المفقود اذا تتذكر، هاي نتخيلها 2 ونضربها بالقوس، مو تربيع، تخيلها 2، 2 في 3 6، 6 في اكس 6 اكس، ظهر الحد الوسط معناها حلك صح. ننتقل للسؤال اللي بعده، 3 حدود، ما يصير افكر بذني مربع انا مكعبين، دير بالك ذني حدين، 3 حدود هنا لو مربع كامل لو تجربه. شروطه، الاول مربع والاخير مربع اي صح، والاشاره مال الحد الاخير موجبه، تمام راح نحله مربع كامل. قوس فوقها تربيع، وارجع واقول لك الوسط ما عليك بيه، يلا ناخذ اشاره الحد الوسط، 4 اتش تربيع جذرها 2 اتش، وال25 ايش قد جذرها؟ 5، خلاص الحل بس تحقق من حلك، تضرب هاي قلنا نعوفه مو 2 مو تربيع العفو، نتخيلها 2، 2 في 5 10، 10 في 2 20 في اتش 20 اتش، او تجي تضربها 2 في 2 4 في 5 20، او هيك 2 في 5 10، 10 في 2، كل الطرق صحيحة. هذا المربع كامل ما يحتاج نطول به، مر عليه مرور الكرام. يلا هسه راح افهمك كل زين شلون تحل تجربة. طلاب مهم جدا شلون نحل تجربة. التجربة هي رفض شروط مربع كامل. شروط ذني الرفض وطريقة الحل قوسين. ركز وياي كل زين. يلا انتبه. التجربة حتى أبسط لك الموضوع راح أقسمها إلى نوعين، أقسمها نوعين. النوع الأول بالبداية يم الأكس تربيع يجيك عدد معامل أكس تربيع، هاي شوية سهلة. بالبداية يجيك يم الأكس تربيع، العفو ماكو عدد، هاي سهلة. مثل 1 و2. الطريقة اللي شوية أصعب يجي أعداد يم الأكس تربيع. ننتبه نحل الطريقة الأولى. طلاب من اسمها؟ اسمها تجربة. زين أنت راح تقول لي شو رفض شروط مربع كامل؟ أقول لك الأول مربع أي صح. الإشارة موجبة إي صح، بس هذا مربع؟ لا، الـ 18 ما جاي من نفسها. إذن راح نحل تجربة لرفض شروط المربع الكامل. طلاب التجربة قوسين، الإشارة الأولى نفسها، والثاني حاصل ضرب الإشارات موجب في السالب سالب. اضبطوا الإشارات زين. الإكس تربيع من جاينا؟ جاينا من إكس في إكس. الـ 18 طلاب الدبوز يعني اسمها تجربة، ال 18 من جاية؟ واي احتمالات باوع، جاية من 9 في 2، وجاية من 6 في 3،
وجاية من 18 في 1، شو راح تختار صح بدون ما تجرب وتحل؟ باوع ايش هذا عندك الحد الوسط 9. زين الاشارات شبيهة مش شابهة، يعني نجمع ياهم نذن نجمعهن ويطلع ناتجهن 9. ذني ما يصير، ذني ما يصير، اذن 6 في 3. وتعلم خلي الرقم الكبير بالبداية، 18 جاية من 6 في 3. لا تعوفه وتروح، تجربة مهمة جدا. شو نسوي لعد؟ نتحقق من الحل. شو نتحقق من الحل؟ ضرب القريب بالقريب والبعيد بالبعيد، ضرب القريب بالقريب والبعيد بالبعيد. سالب 6 في اكس سالب 6 اكس، تمام؟ اكس في سالب 3 سالب 3 اكس. ضربنا القريب بالقريب والبعيد بالبعيد. النتيجة النهائية ايش راح يطلع عندك؟ اشارات مش شابهة، اي نعم، نجمع سالب 6 وسالب 3 سالب 9 اكس، طلع يشبه الحد الوسط هو واشارته، معناها حلك صح. ورا ما تخلص للتحقيق تمسحب الوزارة، ما يحتاجون التحقيق، هذا لك فقط. يلا ننتقل للمثال اللي بعده. هذا السهل ولا الصعب؟ سهل. ليش السهل؟ لان ماكو رقم يم الاكس تربيع، ماكو معامل الاكس تربيع. يلا نفتح قوسين، الاشارة الاولى نفسها والثاني حاصل ضرب الاشارات موجب في السالب سالب. طبعا لازم تحفظ المخطط ولا تحلو جاي. الوسط ما عليك بيه، الاكس تربيع مين جاي؟ اكس في اكس. زين راح نجي ل 12 نسوي احتمالات ل 12. 12 جايه من 4 في 3 و 2 في 6 و 12 في 1. طلاب الاشارات مو مشابهه، اكيد راح نجمع. يلا اجمع لي 4 و 3 7 غلط، 2 و 6 12 غلط، 12 و 1 13. اذا هذا الاختيار الصحيح. خلي الكبير بالبدايه والصغير بالنهايه. هم اسوي تحقيق حل حتى اضمن حلي، اضرب القريب بالقريب والبعيد بالبعيد. سالب 12 في اكس سالب 12 اكس سالب 1 في اكس سالب 1 اكس. النتيجة النهائية مش شابهات، اي نعم، نجمع سالب 13 اكس. طلاب بس ركزوا لي على هاي، ضرب قريب بقريب وبعيد ببعيد، ورا نواتجهم ما اضربهم لا، على الاشارات مش شابهة اجمع مختلفة اطرح. اذا طلع سالب 13 اكس يشبه الحل صح، تمسح التحقيق بالوزارة، ما يحتاجون التحقيق. يلا 3 و4 و5 مهمات، لان عندنا اعداد بالبدايه، فما يصير نستخدم بها هاي الطريقه. هاي الطريقه مال احتمالات تستخدمها بس اذا ماكو عدد يم الاكس تربيع. قوسين موجب واضرب موجب في الموجب، ايضا يبقى موجب، دير بالك مو سالب. هنا شباب حتى احنا بنصور حتى من انا فهمت، ما اعطيك تجربه قبل صح، ما اعطيك حل التجربه الصحيح المباشر. شو نسوي العد؟ ناخذ الاحتمالات الخطا، نبدأ نسوي احتمالات خطأ وبعدين نكتب الناتج هنا. يلا راح أحلها هنا، موجب موجب في الموجب هنا موجب. الستة اكس تربيع راح تقول لي 6 جاية من 6 اكس في 1 اكس، مو صح؟ 17 مالك بيه. السبعة مين جاية؟ جاية من 7 في 1. والله اضرب لي قريب قريب، 7 في اكس 7 اكس، واشارته موجب. 6 اكس في 1 6 اكس، وايضا اشارته موجب. مش شابهات نجمع، راح يطلع موجب 13 اكس. ايش بيه الحل؟ غلط. زين اذا الحل غلط شو تسوي؟ دير بالك بس لا ترتبك. اول واحد نزل نفسه 6 اكس في اكس، ونقول السبعة مين جايه؟ احنا مكتبناها 7 في 1، اعكسها 1 في 7 وتحقق. 1 في اكس 1 اكس بالموجب، 6 في 7 42 ايضا بالموجب، الناتج راح يطلع 43. وهم بعيد علينا طلاب متقصد، جاي يسوي لك الاحتمالات الخاطئه حتى تعرف شلون تجرب. مرات من اول مره تطلع عندك صح، ومرات رابع وخامس مره، فلذ تعارض ولا تي اس. موجب بموجب. طبعا السته مين جايه؟ جايه من 3 اكس في 2 اكس. اها قبل شويه 6 ب6 3 فكيناها. السبعه مين جايه؟ جايه من 7 في 1. تحقق راح يطلع الناتج صح، راح انقل هنا وتحقق لك. يلا الستة اكس جاية من 3 اكس في 2 اكس، والسبعة جاية من 7 في 1. يلا تحقق القريب بالقريب والبعيد بالبعيد. شوية المحاضرات تتعب لان مهمة جدا، اتعب عليها زين حتى تضبط مستقبلك من نال السادس. 7 في 2 14 اكس، والموجب ينزل.
3 اكس في موجب 1 ينزل موجب 3 اكس. اشارات بالشابهة المحصلة النهائية نجمع موجب 17 اكس، يعني حالنا صحيح. دير بالك هاي شوية تجربة تعب، جرب بها اكثر من مرة لحد ما يطلع الناتج صح. يلا ننتقل للجواب. قوسين، ليش حلينا تجربة رفض شروط مربع كامل؟ الإشارة سالبة مو موجبة والأخير مو مربع والأول مو مربع. تجربة الأولى نفسها ما حد الوسط وتضرب موجب في السالب سالب. نسويها هنا، حاول نطلع لك إياها من أول مرة. 2x تربيع جاية من 2x في x مو صح؟ ال 14 من جاية؟ جاية من 14 في 1 وهي بعيدة، لأن إحنا عندنا بالنص 12، وجاية من 7 في 2، جاية من 7 في 2. نخلي الاثنين 7 هنا والاثنين هنا، والله تحقق 7 في x 7 x موجب 2 x في سالب 2 سالب 4 x راح يطلع موجب 3 x، وهذا الحل غلط. احنا عندنا 12. انتبه هاي المهمة، شو نسوي لعد؟ ما تغير كل شيء، بس الاثنين تقلبها بمكان السبعة، الاثنين تقلبها بمكان السبعة. اثنين نقلبها بمكان السبعة، اثنين في اكس راح تصير اثنين اكس بالموجب، اثنين في سبعة سالب 14 اكس. انتبه مختلفات، نطرح والاشارة للكبير يطلع سالب 12 اكس. لا تفرح وتقول حلي صح، هو موجب. شو نسوي لعد؟ بس نقلب الاشارات، بس نقلب الاشارات او تقلب هذا، فالحل راح يصير اكس زائد سبعة 2 اكس زائد 2 ناقص 2. طلاب الموضوع يتعب، شوي شوي تفتهم اكثر، واني متقصد اختارت لك الاسئلة اللي بيها تجربة اكثر من مرة، يعني تحل اكثر من مره يلا تلقى الناتج. خلينا نتحقق. موجب 7 في 2 موجب 14 اكس، اكس في سالب 2 البعيد في البعيد سالب 2 اكس. مختلفات نطرح بالاشاره الكبير موجب 12 اكس وطلع الحل الصح. اخر سؤال وتخلص المحاضره. هل مربع كامل؟ لا ما يصير. ليش ما يصير؟ لان مو مربع، هذا الحد مو مربع وهذا مو مربع. زين دير بالك تفكر تقول لي مربع الا مكعبين، لان ذني تحدين. دير بالك كل ما نتحل سوا سالب نضرب سالب في الموجب سالب. 3 واي تربيع جايتنا من 3 واي في 1 واي، تمام. ال 8 من جايه؟ جايه من 8 في 1 وجايه من 4 في 2. احنا خلينا نحل بسرعه على مدي خلاص. 4 في 2 3 واي في 3 واي في 2 6 واي، لا العفو 2 في 4. يلا نحلها مباشر بدون تجرع على مود تخلص المحاضره. سالب 2 في واي سالب 2 واي، 3 واي في 4 ينزل السالب 12 واي، مش شابهات نجمع يطلع سالب 14 واي. نصيحه عيد هاي المحاضره والقبلها مره ومرتين وثلاثه لحد ما تضبط كل سؤال فيها، واي سؤال عندك انا حاضر.